الاتصال الحديث الان شبه مجانيه ومجانيه، ل سواء لناحيه تكون العمل التجاري لدعم عمل تجاري او عمل يكون خيري او تطوعي. فتطبيق القناه انا كنت ابتديت حاجه قبل سنه تقريبا، القناه ابتديتها بسيطه كده. فخلينا اشرح لكم هي واحده واحده ايش اللي فكرت فيه وليش فكرت فيها. الأمية في العصر الحديث، الأمية هي العصر قريب جدا كانت اعتقاد بين إجادة القراءة والكتابة. الآن الأمية اختلفت، الأمية صارت عندنا الآن تقاس بين إجادة الحاسب الآلي والإنترنت. أيام زمان كنا نعرف يقرا ويكتب، هو يعني كان متعلم، اللي ما عرف يقرا ويكتب كان أمي. الآن مهما عرف يقرا ويكتب زمان بيتابع يشوف الأخبار في العالم ويشوف ايش اللي حاصل في العالم عن طريق الإنترنت وعن طريق المواقع الموجودة، هي هذه اللي بتخلينا على تواصل العالم. الانترنت وصار اتصال حديث خلت العالم كبير، عندنا العملاق هذا كبير الكون زي ما هو يقول حيث يمشي في 7 سنين، احنا بنشوف ممكن خلت دقائق خلال فعلا بنشوف ايش حاصل في سوريا وايش حاصل في العراق وايش حاصل في امريكا او روسيا في اي مكان في العالم بضغطه او ضغطتين او 3 ضغطات بسيطه على الانترنت. هذا يخليكم اول شايفين ايش حاصل في العالم. قنوات الاتصال الموجوده عندنا على تطلع شغلات مشهوره، فيسبوك، لينكدين، عندهم وظائف، في تويتر، في عندهم الكيك، في اليوتيوب وغيرها ما شاء الله، يعني كل يوم عن يوم بتزيد وما بتوقف في هذا الحد. ايش مميزات اليوم قناة التواصل؟ عندنا مميزات حقتها هي صورة الانشاء المغطية بالكذا، يعني في أي مكان تروح تلاقي في أي كوفي شوب بتلاقيها موجودة وهي بتغطي لك أي شيء وكل شيء. صورة التواجد زي ما قلت في أي مكان، تروح مطاعم، تروح الضيافة، حتى في الطيارة تقدر تتفرج على الانترنت. التكلفة شبه منخفضة جدا لدرجة يعني تكاد تكون معدومة بالهرم تتحسب. انكسار حجز اللغات في أي موقع تخشه الآن في عندك بيعرق لك هو وترجم لك الترجمات الفورية الموجودة. العيوب طبعا حقت المواقع هذه اللي هي كانت المحتوى الفكري، عندك حقوق المفكر والبراءة وحقوق الاختراع والبراءة الفكرية سهل جدا تنسرق أو تتنسخ. والناحية الثانية ضابط الأخلاقية والدينية، يعني إحنا قوم مسلمين لنا أخلاقنا لنا عاداتنا لنا تقاليدنا، فما بعض المواقع دي تكون مسيئة أو مخلة أو منافية للأفكار حقتنا وتصوراتنا وتعليمنا وتربيتنا، فهذا من ضمن العيوب الموجودة عندنا لازم نتلقاها. كيف نجح قناة التواصل الاجتماعي هذه؟ سواء طبعا نتكلم على عمل خيري أو تطوعي أو تثقيفي أو عمل تجاري، عندك المحتوى أول شيء تتكلم عن ايش؟ توصل ايش للناس؟ الرسالة، يعني غير المحتوى نفسه، الرسالة توصل الناس فكرة معينة، أنت بتبيع قضية معينة، بتبيع فكرة معينة، ايش تبي تبيع للناس؟ مهم جدا. أيام زمان كان واحد يحب القراية، ما كان غاوي قراية، يقعد يقرأ ما يستمتع بالقراية، ففي ناس ما تتمل ما يكون الشيء يكون تفاعلي، ياخذ اللي معاك يتعاطف فيه، زي ما واحد مثلا في ناس ممكن يمسك كتاب ويقعد يقرأ وينسى الدنيا، كأنه قاعد مع عز أصحابه. وفي واحد ما كان يقعد يتكلم مع احد ويناقش ويسال ويجاوب ولاقي الحياه اللي بيتكلم معه ما بتقدر الغرض بشكل كافي، فعشان كذا لازم يكون تفاعلي. هذه افضل طريقه من يعني بننقز من عصر لعصر معين، من تكنولوجيا من شيء مطبوع لشيء. حتى الاعلام الان صار بيطلع من عمليه الاعلام المطبوع، الاعلانات المطبوعه والتلفزيون صار بيجي كمان عن طريق الانترنت. الجمهور المستهدف انت بتوصل مين؟ ايش اللي بتوصل له الرساله؟ والمسؤولية الاجتماعية، هنا في مسألة في حاجة مهمة جدا في المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية يعني فيها ميزة وفيها عيب، يا إما عندك يا إما ما عندك، either you have it or not، يا إما أنت والله بتفكر إنك بتعمل شيء في المجتمع أو بتغير أو بتعدل أو بتثقف أو ما عندك، لا والله أنا لي نفسي لي دعوة بنفسي ما لي دعوة بحد ثاني، ويا إما عندك يا إما ما عندك، ما في حاجة بسيطة في المسؤولية الاجتماعية. في مثال جد اللي هي طبعا مقدم، في عندنا ممكن عملية يعني مثال بسيط، ممكن يكون بروفيسور في جامعة أو دكتور في أي مكان، فيكون عنده المعلومة بس ما يعرف يوصلها، أو لا والله أنا أنتوا تطلعوا لي أنا ما أنزل لكم. ما كان مقدم في أي عمل يستخدم وسائل الاتصال الاجتماعية، إما كان أسلوبه مثلا ذكي، أسلوبه جذاب، يعرف يوصل المعلومة للناس، زمانية ترجع تماما على حكاية التفاعل الجمهور المستهدف، ما بيوصلها مظبوط، بتكون ترجع ثاني مرة لحاجة ميتة. فهي هنا ليها روح القنوات الاجتماعيه هذه،
فإذا واحد عرف يستخدم روحه وعرف يوصلها مضبوط تمام. في نقطة كمان باب الدعابة يعني أو باب المصيبة يعني أيام زمان فوق أوقات كان الكرم إذا جاك ضيف أو جاك أي مكان رحت يعني مثلا والله تنزلوا عشاء تنزلوا براد شاهي تنزلوا حاجة الآن صار يقش الكرم يروح أي مكان يقول لك الله يرضى عليك شاحن جوال والباسورد حق الإنترنت حقتك يعني هذا اللي أنا بسأله عنك ما بسألك على ياكل أو يشرب الله يرضى عليك بس الباسورد حق الواي فاي عشان قاعد نشتغل عليها وشحن جوال معك كذا تعمل كثير معروف فما قايس الكرم يعني باب الدعابة لا تنسى جماعة الخير إحنا نتكلم على 30 مليون تعداد المملكة 23 منهم حوالي سعوديين 7 منهم اللي هم بروفيشنالز أو الإكسبيرتس المتخصصين خلينا نسميهم من ال 30 من ال 23 مليون 80% منهم تحت 36 سنة و 50% من ال 80% دي تحت 18 فبنتكلم على دولة فتية دولة غالبية سكانها من الشباب فجزء مهم جدا في قناة التواصل الاجتماعي وصل لكم جزئية معينة في الآن حابب أوصل لكم التجربة هذه كانت جربت على القناة حقتي الآن بشوف حاجتين كنت ويمكن أعذروني كرأي شخصي أنا في تشوفوا دائما موجود من التلفزيون والقنوات الاجتماعية نسميها زي مثلث شوية في عندك جزئية معينة اللي هي التربية الدينية وأنا متأكد أن مشايخنا والعلماء حقنا ما قصروا بيشرحوا للناس الحلال والحرام واللي يصير واللي ما يصير طيب الساعة قلبه بساعة ربطة هذه الناحية ما قصروا جماعة الناحية الثانية المثلث الثاني جزء المثلث الثاني الكورة الشعب كله مقطع بعضه وده للفريق الفلاني وده للفريق الفلاني ويوم ما تشوف مباراة في الشارع تشوف الشوارع ما خلف عليه في الزحمة والضربات اللي تصير والأشياء الثانية من باب المسؤول والمثلث الثاني النقيض المثلث الأول يعني ما يلاقي زي ما قلت عملية إنه ناحية دينية واحدة يا ما يلاقي أغاني وطرب للناحية الثانية الأقصى في جزء بسيط حسن يمكن برأيي الشخصي أنا ممكن أنا أكون غلطان وصف ولا زغلط بين الناحية الدينية من الناحية هذا يعني ساعة قد وساعة وفي ناحية تماما في ناس يقول لك الحلال والحرام يا أخي ما بدي أشوف حاجات معينة كذا أو كذا خارج الحياة في ناحية هي ثقافة الفكر يا أخي ثقفني بشيء معين أديني شيء أقرأ أديني معلومة أقرأها الآن كمية الناس في الكتب اللي بنقرأ في العالم العربي جدا جدا ضعيفة في عالم أوروبا وأمريكا وبرضه كان دعابة ثانية يقول لك إذا أقول لك إذا دخلت مكان ورافع راسك والناس كلها رافع راسك ترى لا تفتخر كلهم ماسكين في يدهم ايباد وايفون وبيعملوا تكستنج هم انت لوحدك رافع راسك فمن هذه الناحية لقيت فجوة كبيرة فكرية ممكن نثقف الشباب فيها وهذا كان الهدف منها اللي أنا عملت فيها تجربة حقتي وكانت مجرد تجربة شخصية يعني أنا كنت أتوقع يمكن أنها تفشل لكن اتفاجئت جدا ما شاء الله بنسبة النجاح حقتها والطلب اللي تم عليها عندنا سبب كبير ما شاء الله تعداد السيارات اللي تخش المملكه حوالي 880 الف سياره سنويا وعندنا ما شاء الله زي ما قلت نتكلم على دوله فتيه يعني من هنا لمده 80 سنه قدام ان شاء الله دول عمرهم 30 سنه واولادهم واحفادهم كلنا بنبقوا سوا وكله عندنا ما شاء الله تعداد يعني المسافات المملكه كبيره جدا فما في والله المواصلات عامه زي مثلا زي بريطانيا او اماكن ثانيه كثير جنبنا او حتى دبي السبوي الان ابتدوا فيها بس هتاخذ ركعه قبل تبدا فما عندك سياره روح تحس نفسه زي اليتيم ما في احد يجي يجيبه لازم سياره حقته عشان يروح يجيبه من هذه الناحيه في نقص لقيت في الميكانيكي البسيط جدا نقص عالي جدا عند الشباب عندنا الكل بيتكلم عن الحوارات الله يخليك كابرس ممتازه نعرفه تويوتا كرون ممتازه تويوتا كريسيدا ممتازه طيب ممتازه حلوه انا معك ليش ممتازه؟ معك هي ممتازه السنه خلاص احنا لقينا ابوي ممتازه انا كلمه وراك ممتازه فعمليه الوعي هنا ناقصه اخذناها زي ما يقولوا ايش بالعاطفه أخذ أكثر ما أخذناها بالمنطق وهذا النقطة اللي أنا بستهدفها. النقطة الثانية أنا هي هواية عندي وراهم حكاية السيارات فبشارك الجمهور هواية جديدة يعني أنا ممكن أحيانا أحصل أكثر سكر يعني سيارات زي بوجاتي فيرون 1001 حصان و 1200 حصان وسكر وصل 170 كم في الساعة ويعني يعتبر من أسرع الدراجات في الشرق الأوسط ويتيح الفرصة لي في منطقة غيري فحبيت إني أشارك هذه الهواية يعني ما سافر فيها نفسي حبيت إني أشرح للناس شوف السيارات دي ثقف يعني مو ضروري تتمنى لك سياره قيمتها 12 مليون ريال، لكن شوف ايش السيارات، شوف ايش اللي موجود، شوف ايش اللي حاصل. في نقطة معينة هنا لسه ما هي موجودة عندنا في ثقافتنا في الشرق الأوسط لكنها موجودة في أوروبا وأمريكا كثير. عندنا هنا لما أجي أتكلم عن السيارة أقول أيوه حلو ممتاز، أقول الشيء حلو في السيارة، لكن العيوب الله يرضى عليك أكثر منها، فأنا جزئية معينة أقول مميزات
السيارة، قصة السيارة. طبعا من ضمن المفارقات اسم السيارة، لأنه طبعا زي ما قلنا اسم شيفروليه كابريس أو تويوتا أفالون، من ما شاء الله يا جماعة كلهم ممتازين يحبوا السيارة. طب إيش معنى اسم السيارة؟ ما أعرف. طب ليش تصممت السيارة؟ ما أعرف. طب ليش مستخدمة السيارة دي؟ لمين؟ ما أعرف. فهي هذه أنا بحاول أغطي، حتى ستغطي مميزات السيارة في عيوبها، وهذه يمكن ما كانت متقبلة كثيرنا جدا، فأشرح لكم جزئية ثانية فيها. وسعر البيع حتى سهل التغيير، لما تيجي تاخذ تشتري سياره بدل ما تروح لاي مكان تلاقي هنا في الفيديو عندك المختصر المفيد في بالكامل عن اي شيء سهل. زي ما قلت تخطيط المجتمع. النتيجه ما شاء الله في سنه واحده، يعني انا فوجئت انا بجد انه عندي 2 مليون وربع متفرج واكثر من 22 الف مشترك في سنه واحده. وهذا يعني مجهود شخصي جدا، لا انا قناه اعلاميه ولا انا والله مثلا واحد يقول يعني صار في مئات الالوف على القناه ولا متخصص. القناة الشاشة الصباح لا يوجد دعم مادي، ولكن يوجد كثير من الدعم المعنوي والدعوات الصالحة للإعلانات، يعني كل ما أشوفها تشجعني تماما إني أكمل. الخطوة القادمة سكايز ليمت، حد هنا السماء، باب مفتوح لأي إمكانية ابتكار أو اختراع أو تطوير لأي قناة هدفها تطوعي أو خيري أو تجاري. سكايز ليمت مفتوحة للآخر. أشكركم. صوت الطعام لتناول الطعام.